يعني رانيا عايزه كيوي. هاني بحب اعملها هيك يعني رانيا عايزه ايه كيوي؟ شو تسوي؟ عايزه كيوي والله. كيوي والله يعني كانوا بيبعتوا ساعات ومش باكله بس انا نفسي فيه دلوقتي هيك قدام هيك طهره خدت تمثل شيء هيك بقول فيهم المصيده ما فيش اديها هناك بيكونوا بالحي عرفت اللي بتعرفش يعني حي؟ ثاني حي عرفت ثاني حي؟ هيك على البلكون هيك يا لهوي بتروح حتى عند راسك بتيجي عليك اللي هو اللي اسمه ده زينا بمعنى انه صح 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 الوش ده والفرح والترقص فيه كمان مش نقاب اللي هم زي الشال كمان والبتاع اللي كان بيغطي الوش بس تبقى شبك بتاع زمان بتاع دي عليها قوي عليها عليها عينيها الله اكبر عليها انت بتتكلم على الطهرة؟ اه عليها عليها لو بس في عيني عليها هيك يعني عس عس حفريس اه لا حد 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 لو تبكي يعني يعني جاي عسيك وحفريس دي عليها هيك جايين كلهم انت فاهم قصدي يا طهرة؟ عارفه عارفه اللي هو بتاع اللي هي بتبقى شبك دي يعني عندك عندك الفيلد ما عندك السبرينج بس عندك الفيلد يعني انت تكوني لو راني عندها السكينه انت تكوني سكينه مثلا هنو تنفع تكون سكينة spring the field انت ما عندكيش لا بجد انا عارف مسرحية رايو السكينة فعلا